السلام عليكم. هل الكذب يبطل الصيام؟ يعني الواحد لو في نهار رمضان كذب، لو الواحد في نهار رمضان حد سأله سؤال وكذب فيه، مش طبعا واحد قال لك انت صايم ولا فاطر فانت قلت له انت صايم عشان انت فاطر يعني، فده ذنب لوحده يعني. انما لو واحد كذب في نهار رمضان، طبعا الكذب في نهار رمضان او غير نهار رمضان هو حرام، ولكن السؤال هنا هل الكذب في نهار رمضان يفطر ام لا؟ الصيام هو ترك الطعام والشراب، الصيام هو الامتناع عن شهوات البطن والفرج حتى أذان المغرب، وكل شيء حرمه الله، كتب عليكم الصيام ليه؟ لعلكم تتقون. التقوى، التقوى يا اخوانا. الكذب في رمضان ما بيفطرش، ولكن هو ذنب عظيم لابد من التوبة منه، يعني حتى الواحد لو كذب في رمضان لابد من التوبة ولا يلزم قضاء ذلك اليوم. والسلام عليكم. أسرى بك الله من حرم إلى حرم، لا الإنس تخشى ولا تخشى الشياطين.